تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة، وهيستعرض في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة تفاصيل ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات. النهاردة هتنطلق فعاليات الليلة 11 لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا. وبتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل وبتقدم فيه مجموعة من استعراضاتها اللي اشتهرت بيها طوال تاريخها الفني. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي جيرونا مع أوساسونا في تمام الساعة 8 مساء، في 10:30 هيلتقي ريال مدريد مع لاس بالماس.